جيتكم البارح بصابليم، اليوم جيتكم بغريبة كتجي غزالة وديال زمان. غادي نبدأ معكم المقادير على بركة الله. عندي هنايا 3 ديال البيضات، 3 المعالق كبار الزبدة، عندي قشرة حامضة محكوكة، 2 خمارات، كيس الفاني، كاس ديال اللوز، كاس الكاوكاو، كاس ديال الكوك، وكاس ديال الكلاصي. كناخذ الكوك مع كاوكاو، كنديرو كنطحنو حتى كنردو بودغ، هانتوما كتشوفو، ما كنخليهش يعني حبيبة تغلاط. وغادي نبدا على بركة الله. غادي ناخذ الكلاصي وغادي نضيف عليه الزبدة. كنتمنى انكم تجربوها، كتجي زوينه بزاف وكتجي رطبه وما كتجيش معلكه كيف ما دائما غريبه معلكه، ديما غريبه معلكه، فهادي غريبه كتجي رطبه وهشيشه زوينه بزاف. ضفت السكر، ضفت الزبده، ضفت قشره ديال الحامض. انا عندي قشره ديال يعني عندي حامضه كبيره، عطاتني كميه زوينه ديال القشور الحامض، كيعطي واحد النكهه زوينه بزاف دائما اللي كتواتى مع الكوك والكاوكاو واللوز، يعني قشور الحامض كيتواتوا مع هاد المكونات. كنجمع الزبده مع كيف ما شفتوا مع الكلاصي ومع قشره الحامض، وكنضيف البيض، كندمج الكل مزيان. بالنسبه لهاد الكميه اللي شفتوا يمكن تحتاجوا انكم تزيدوا اما كاوكاو اما اللوز اما الكوك، فالكوك لا، انا كننصحكم انكم ما تزيدوش الكوك، لان ما بقاش داك الكوك اللي زوين وميدم فيه داك اليدام ديالو. دونك من الاحسن يكون عندكم كاوكاو ولا اللوز كميه اكثر، باش الا جاتكم العجين شويه خفيف كيمكن لكم تطحنوا اما اللوز اما كاوكاو وتزيدوا تكملوا به. صافي، انا خلطت الكل، غنضيف 2 اكياس من الخميره الحلوه. بالنسبه اللي عندها الخماره ديال العبار بالكيلو كتاخذ كتعبر 16 غرام وكديرها. غادي نبدا نضيف الخليط اللي طحنت، كتجي زوينه والله، نتمنى انكم تجربوها، هذه غريبه قديمه كانوا كيديروها وكانت كديرها الوالده ديالي حتى هي، وبغيت نشاركها معكم. كيف ما كتشوفوا ضفت كاوكاو واللوز هما اول حاجه، من بعد نضيف الكاس ديال الكوك، كندخل فقط كاس ديال الكوك، ما كندخلش اكثر. صافي، كنبقى كندمجها. دابا كيف ما كتشوفوا جاتني خفيفه واحد شويه، زدت طحنت كاس ديال الكاوكاو وضفته، وغادي نخلي الخليط ديالي المده ديال واحد 5 دقائق 10 دقائق حتى كيشرب، يعني كيتشرب داك العجين كيولي متماسك. غادي ناخذ طبسيل ديال الفران وغادي نبدا نشكلهم، ناخذ شويه ديال الزيت نديرها في الكف ديال يدي باش ما يتلصقش العجين، وهكا نخدمها بسرعه. كنشكلها كويرات صغار، بالنسبه اللي بغى الحجم اكبر يمكن لكم تكبروا، داكشي كيبقى على حسب كل واحد والاختيار ديالو. انا كيف ما كتشوفوا الحجم حطيته لكم في اول فيديو، يعني حجم متوسط ماشي كبيره ماشي صغيره بزاف. صافي، كنبقى كنستمر. بالنسبه للتزيين انا اختاريت انني نزينها بالكاوكاو واللوز، كل حبه درت عليه على الوجه ديالها حبه ديال الكاوكاو وحبه ديال اللوز، باش كي هكا كتبان بانها مصوبه من اللوز وكاوكاو. غادي نكملو وندخل الفران، ندخل الفران على درجه حراره 170
الا كان عندي فران كهربائي، وغادي نطيبها من الوجه. تطيب من الوجه وتذهب، من بعد غادي نشعل ليها لتحت، طيب من لتحت. ولا كان عندكم فران ديال الغاز طبيعه الحال تاخذوا التبصيل ديالكم، غادي تدخلوها طيب من لتحت حتى يطيب ليها الوجه. واول حاجه من بعد طلعوها للفوق. هذه هي القاعده ديال الغريبه، كيف ما كنطيبوها يعني كامله، غريبه كامله كطيب بهذه القاعده. هذه صافي كنستعمل. غادي ناخذ نصف الكميه المتبقيه اللي بقات، وغادي ناخذ سكر كلاصي نغربلو. الطبسيل غادي نديرو في الفران. نصف الكميه درت لها السكر كلاصي وشكلتها كامله بحبات ديال اللوز. يعني الا بغيتيو ديروها على داك الشكل هذاك اللي سبق صوبناه عاد دابا ديروها، بغيتو تقدموها على هذا الشكل هذا تقدموها بصحه وراحه. غادي نقدم لكم الصوره النهائيه. هذا هو الشكل النهائي، نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. عيدكم مبارك سعيد، بالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.